اوكي جايز، سو حلعب لعبه انا وساره واللي هي اسمها بينجا رونجا جينجا جينجا جينجا. اوكي ثواني، شو قبل ما نبلش شو التحدي؟ شو التحدي؟ انه لو مين اللي فاز ويخسر. اوكي تعمليها تحدي. اوكي ديل. تحدي لازم ينعمل. اوكي اوكي تعرف شو انا مش حختار التحدي، خليكم انتوا اختاروا التحدي. قولوا تحضر السوري على السريع اكتب مشان انا اتحداها. وكمان انا اكتبوا لي انا شو اتحدى غيس وغيس شو اتحدى. اكتبوا لنا تحديين اوكي، ولازم تعمليه ديل. ديل اوكي اوكي. صح حطيت الكاميرا هون بحس احسن مشان لا مش هذا اللي اسمع. لا 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 استني استني استني، لا تفتي لا تفتي لا تفتي. شو لا تفتي لا لا تفتي لا تفتي استني. سارة حتعملها وبرجع لكم. اوكي حنبلش. طبعا بنرمي هاي وحسب اللون اللي بيطلع نحن لازم نشيل، ما فينا نشيل على كيفنا. اوكي حجر ورقة مقص. اوكي يلا حجرة ورقة مقص، حجرة ورقة مقص. هلي ابيض. ايد واحدة لازم صح؟ اوكي خير. ممنوع. ايوه بتخسر. أوكي. والله بخسرك من اول اللعبة. اوكي ابيض. ايد واحدة. ايد واحدة. غايز يلا غايز وقفي على ابيض. يلا ليه رميتي يا هيك؟ زعلت مني انت. سمارتي معتوها اقسم بالله. ليك وين حطيتها؟ ليك وين حطيتها؟ اي زاويه. اوكي ابيض. سني حاسه عم توقع والله. هي عم توقع بس على مين؟ دور مين راح توقع ما بنعرف. حاول جلسها. اوكي تفضل. ليك فوقي من تحت شوفوا هون هون ابيض. ليش عم يطلع ابيض كله ابيض؟ والله بتتحرك. مرتي معتوها والله. لا اصبر اصبر اصبر. لا دورك انت، انت رميت لهي. طيب رميتها بس انا ما وقعتها. انا ما انا ما بلشت لعب. لا لا ما بيهمني انت، هذا صار دورك. انا ما بلشت لعب. انا ما بلشت لعب. هذا الحكي كله دوره عدوك. انا ما بلشت لعب. انا دورك. لا لا مش محسوب مش محسوب. غيث غيث والله. اسمع اسمع اسمع. انت اسمعني انت. ايدي ايدي ايدي. شو بكي؟ اسمعني اسمعني. انا بدي اشرح وجهة نظري. انا هذا غباء. خليني بس اشرح وجهة نظري. ما تكون عنيد. ما تسمع. اوكي اشرحي. ما بيهمني. غايت خليني عن جد اشرح. لا تكون عن جد حاعصب. انت المفروض تستنى اذا رح توقع. اذا اول ما تمسك هاي صار دورك. اول ما تلمس هاي صار دورك. كيف يعني اذا انا لسه ما لمست؟ كيف يعني صار دورك؟ اذا ما لمست دوري انت عم تستناها توقع. طيب عم تستناها. طب لو وقعت. لو وقعت وما لمست هي كانت انا الغلطه. والله من امتى هالاقتراح؟ انا غيث ما صار دورك. من امتى هال؟ قلت لك قلت لك اللي على لا لا على دور على اي دور رح توقع. كذب كذب انا هلا حاسبك يا هلا حاسبك. اوكي يا جماعه هلا حنلعبها مزبوطه، مش بتلعب لي شوي وقعت لحالها. اوكي بس هالمره اللي بفوز حيختار من الكومنتس التحدي. اوكي هو بيختار على كيفه. اوكي طيب بلش انا. بلش ملون. اوكي راح ابلش على السريع. ابيض. لا هاي اسمها هبل. لا لا اترك اترك اترك. ملون. ملون طلع على ملون. اخضر ولا اصفر ولا صفر اللون؟ شو هذا اللون؟ اصفر صح؟ اصفر. انت عندك عمى الوان. ملون مرة ثانية. ملون يلا. نحن ايد واحدة اتفقنا. ايه؟ ايه انا ايد واحدة. انا ناسي. ابيض. 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 بس عطيت الثاني دوره يعني انه مو على السريع. خايفة تخسري؟ لا بركي وقعت.
ملون. عادي بتشوتهم، شو هاللعبة هاي؟ أبيض. أوكي. بلشت اللعبة، إيه؟ بلشت. ملون. ملون. أبيض. شو هالسخافة؟ عادي عم تتحرك كثير. رح اتذاكى. ملون. تكسير اللعب، والله تكسير معه. اصفر. هديك تكبير حبيبي، استغفر الله. بعتوها البنت. يلا يلا. أبيض. طب ليه خربت اللي بالنص؟ ليه خربتيها طيب؟ كيفي ليك شو عملت؟ ليك كيفي ليكو هنصنع علب لكم الكاميرا. هي شوفوا. طب ليه هاي؟ ليه هاي؟ هيك ليه الأذى؟ هيك. استغفر الله. ما علينا، بنفوز إن شاء الله. ملون. حاسس ملون. ملون. ما عاد صفي ملون. آه بلا. ليك هاي وينه؟ هاي لحالها. هاي واقفه لحالها. اصفر. انا ما طلع لي اصفر لهلا. لا خي. انا خايفه اقرب عليها. ابيض. Stop! بدي استعمل ايدي الثانية. ممنوع. Stop guys! يا ماما وجهك. ايوه انا تاني. فازر اقوى. بصير انت انا فايز. انت ما حدا يتحداني. انا بروح هاي. انت ايه لخبطتني؟ انت ما شوشت اللي بافكاري. انت اللي رح تعمل تحدي عني. انت رح تعمل تحدي عني. لحظه انت رح تعمل تحدي عني لانه انت زوجي. حاج بقى هلا حاول تكتك. انا على المسجات تحديات حلوه تعملها ساره مشان يعني خلص هيك ضوء احنا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخي مش قد التحدي. لا تلعب. اوكي ساره، بما انك خسرتي حاعطيكي اول تحدي. اوكي انا حاعطيكي 3 اوبشنز عشان نكون انا يعني محترم. اوكي هذيك 3 اوبشنز انت اختاري. طيب اول اوبشن او اول تحدي كان مكتوب اذا انا خسرت بشتري لك شيء غالي، وانت اذا خسرتي بتشتري لي شيء غالي. لا هذاك ما خص. هلا هذا تحدي ما دخل. اوكي فهذا اوبشن 1. اوكي ما بيغلى عليك شيء. طيب يوفي دغري تاخرتي بالجواب بس يلا. مش التحدي الثاني سارة تروح تدق الباب على الجيران وتشرد. يا اوكي اي ود دو ذات. لسه سوري في احتمال ثالث. خليك تدق على بيت جيران، مش تضحك عليهم. بيت جيران فاضي انا عارف. لا والله خليك تدق. والله بيت جيران مو فاضي. اوكي حنشوف. اوكي
اوكي هذا الثاني. الاوبشن الثالث، اذا ساره خسرت تاكل بصل. لا طبعا مش وضع. شو رايك اعمل لك وجبه بصل، تمسك بصل هيك طورتيه مثل التفاحه؟ مستحيل. حاجبه لو يعرفوا حياتك انك انت بتاكلي بصل. باكل بصل مطبوخ بشوي كل انواعه بس مو نايم. ما علينا، عندك 3 اوبشنز، تشوز 1. تشوز رايت ناو. ايه اختاري. دقي على الجيران. اوكي امي. والله امي يلا. يلا امي. مشكلتك انت اخترتي، انا قلت لك بصل جيران. جيران اوكي. جيران اسهل. شو كانت اول وحده؟ اشتري لك شيء غالي. ايه لا باكل بصل احسن. يلا يلا امي. يلا يلا مفكره حقف حلنا وخلاص. يلا شو انه بدي عايز جيران. جيراننا عيب عيب يعرفونا والله. ما بعرف انت اختاري. ما مجير. تعال 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 هذا فاضي البيت. تعال تعال تعال. شوفي هذوليك البيتين موجودين فيهم الناس. بدك تتخبي هون. اوكي. قلبي من يوم. مشكلتك يلا روحي، انا واقف هون. شو؟ هلا مبين انه في ضوء. ثواني ثواني هبدل عشان ما شو اسمه. ثواني ثواني اوكي يلا كملي. يعني بيت فيه ناس، شو بده يكون اصوات؟ يعني شو بده يكون حفله رأس؟ سن ليش عم هلا بطل؟ يلا هنيك. يلا قوي قوي ما بتنحسب. هلو يعني شو دخلني؟ عشان دفشتني. ليه تجي لهون؟ هذا مكاني. شو عملت؟ ليه دفشتني؟ هو تحدي. لا لا تحدي اني قلت الباب خلاص. بس انت اجيتي لعندي. لا انا قلت لك حتخبى هون. ما قلتي لي. كذاب روح. ما حدا قال لي. غيث. انا ما دخلني. كلها تشخبطت. لا اسف. صدقني التحدي. طيب ما حدا قال لك تخسري. ما دخل، انا عملت التحدي، انت ليه عم تزيد على التحدي؟ انا ما عم بزيد، بس انت دعيت على الجيران، انت ما قلت بدك تتخبي منهم. قلت لك حتكون تخبى، قلت لك حتخبى هون. انا ما سمعت هالكلام. غيث مبلا قلت لي اوكي. انا ما سمعت. قول والله. لا تكذب لك عن ايه؟ كثير احراج على فكره. احراج انك ظليتي متخبيه. لا غيث. الاحسن. الو الو. مستفز. الاحسن. الاحسن الاحسن. والله الاحسن انك كنت تطلعي. لا شو بدي اطلع؟ طلعت لي مرحبا كيفكم، نحن كنا عم نعمل بس معكم. ما بدي هدول لانه بيعرفونا. طيب واذا لا بيخجل الموضوع، بيقولوا هلا عايشين قدام اطفال. صح صح هو. يلا بقى روح لو شو حاطه برا هيك اشكرا في حدا بتخبيني. لو ما تلبسيها تطالع المشكله شلحت وحملتها. والله حلو. يلا التحدي الجاي ان شاء الله انت بتفوزي. لا لا ما عاد بدي العب معك. اذا يس حبيبي حبيبي، بس حاب اقول لك شغله، انه لو اتصلوا على ابو سكيورتي حيشوفوا كنت عم تركض بالكاميرات.
يشوفونه واقفين بالزاوية أبو عشر دقايق بس مستنين إنه هني يفوتوا يقعدوا. طبعا أنتوا ما بتعرفوا ما صورناها. ظلينا واقفين بالزاوية شي عشر دقايق بس هيك واقفين عشان قلنا أكيد هو بيكون عم مد راسي هيك شوف إذا في حدا عم بيطلع أو بيتحرك ونرجع. بعدين دخلنا. بعدين هلا اكتشفنا من الكومنت إنه شو في ثلاث كاميرات بالمدخل. سارة أنت المتهمة. ما أظن إنه والله أظن أنا هذول بريطان. والله يا الله يا مضحك. شو صار له أختي؟ تبع شو؟ نعزيني. تبع شو؟ أنت عم تشحطني على الأرض. رح تصير بيم؟ الأول ما عملت فيها المال وجريت قالت لي أنا كثير زعلانة ما بدي أحكي معك. شوفوا هلا وشو شو 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 ورجيني. بس قالك شغلة، انت بتعرفي انه انت بعد ما سحبتك لبرا لو بتركزي انفتح الباب وانت برا، انت كنت عم تنطي لجوا، هني شافوك انت عم تنطي لجوا. والله ركز بالفيديو اني طلعوا اول ما انت طلعتي لبرا. والله العظيم وحياة الله وحياة الله شافوك. والله والله ركز بالفيديو.